الحمد لله على السلامة يا عادل. الله يسلمك يا فندم. هو حضرتك جاي تستقبلنا بنفسك؟ فشل عملية هامبورغ سايب أثر صعب جدا في الإدارة. في لجنة مستنياك هناك. أرجو إنك تكون جاهز لها. هرب منك إزاي؟ ما هربش مني يا فندم. هو اختفى. اختفى يعني إيه؟ راح فين؟ أنا أعرفش يا فندم. أنتوا ما كنتوش مأمنين المكان؟ يا فندم الأحداث ليلتها كانت سريعة جدا. ما لحقناش. ما كانش فيه أي خطوط تانية، ممكن توصلكوا ليه؟ كان فيه يا فندم، بس مع الأسف كلها اتقطعت. وناوي على إيه دلوقتي يا سيد عادل؟ أنا اتصلت بجهاز المراقبة والمتابعة علشان يبحثوا عنه في كل الدول اللي فيها تجمع للشباب المصري. أتينا وروما وإسبانيا. ونبيل أهله ومعارفه كلهم هيتحطوا تحت المراقبة، بحيث إنه لو اتصل بيهم نقدر نعرف مكانه فين.